السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا معلش عاملين لكم قلق. محدش موجود؟ لا ان شاء الله موجودين. ماركو قاعد انت على الفيس؟ ماركو مجدي قاعد على الفيس. لقطتك انا، بص قال لي ماركو مجدي از واتشنج. طب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. حبايبنا الصوت بس تمام عشان هنبدأ بس كده أتكلم على طول كلام سريع عشان يعني مفيش وقت يضيع يعني. الصوت تمام، الله يبارك لك يا عبد. طب بص يا رجالة، إحنا جالنا أسئلة كتير كده، بناتنا شبابنا وبناتنا طلاب تالتة ثانوي جالنا أسئلة كتير يا جماعة بخصوص اللي إحنا هنعمله في المراجعة في الأيام دي. فهنا يا جماعه انا حبيت كده بسرعه ارد على كل التساؤلات، لان في شويه تفاصيل انا عارف ان احنا لم نتكلم عنها في الفيديو اختصارا للوقت، فقلنا بس نعمل لايف كده عشان الناس تبقى عارفه كويس هي هتعمل ايه. طب بصوا يا شباب، هتكلم هنا في جزئيتين في الاول، وبعد كده لو حد عنده تساؤل بس تساؤل بجد يعني جدي ما فيهوش هزل ولعب احنا نرد عليه بكل ادب. طب ايه هو يا شباب؟ المعلومه رقم واحد حبيب قلبي، انا طالب دلوقتي مستر، كنت بادئ معاك المراجعه على المنصه. هل انا اسيب مراجعه المنصه واركز على المراجعه اللي انت هتنزلها؟ او اول سؤال، هل المراجعه اللي انت هتنزلها على اليوتيوب هي اللي على المنصه؟ يا راجل احنا هنهزر يعني، هل ده سؤال انت بتساله بجد ولا انت بتهزر؟ انت اكيد بتهزر صح، انا عارف انك بتهزر وعشان كده انا ضحكت وابتسمت اهو. طبعا دي مراجعه غير المراجعه خالص. طب السؤال رقم 2، دي مراجعه غير المراجعه، انت قلت اهو يا مستر، هل انا اسيب المراجعه اللي على المنصه؟ اقول لك لا، اقول لك لا ما تسيبش مراجعه على المنصه. طب لو انا اشتركت في الكورس الاول، كمل يا بابا المراجعه بتاعتك، كمل الكورس الثاني. حبيب قلبي مراجعه المنصه لا غنى عنها لسبب بسيط، وده مش شكر في الشغل اللي احنا عملناه. الناس المحترمه اللي دخلت وخلصت المراجعه لحد دلوقتي والباقي اللي لسه ما قدرش ان هو يوصل، لمس قدر الشغل وحجم الشغل المتعوب عليه ومستوى الاسئله العالي عامل ازاي. اي نعم انا عارف ان الاسئله عاليه وبعض الناس ممكن يقول لك انا اخبطت وما اعرفش. لا يا عم كمل واتعلم، ما فيش مشكله انك بتغلط، اي حد بيغلط يا جماعه اغلط، احنا بنتعلم من اخطائنا، ما فيش اي مشكله خالص. فحضرتك كمل مراجعتك على المنصة. بالعكس ده انا اشيد واؤكد بالشغل المحترم سواء التفصيلي، لان احنا مفصلين اكتر في الشرح على المنصة. ليه؟ لان لا واخدين وقت يا جماعة، ده احنا بادئين مراجعة على المنصة بقالنا اكتر من شهر ونص في اعمل حاج، او بقالنا شهر ونص. فخد بالك دي الجزئية الاولانية. امبارح على المنصة احنا نزلنا كل حاجة خلاص لحد نهاية الكورس، يعني كل حاجة الاسبوع السابع والاسبوع الثامن اللي هو كورس المسائل والجزئية الخاصة بحل الاختبارات الشاملة، كل الكلام ده يا جماعه احنا نزلناه على المنصه. وبناء عليه عزيزي المحترم ما تجيش تقول لي انا هسيب مراجعه المنصه، لا. طب انا بقى دلوقتي اعمل ايه حبايب قلبنا المحترمين؟ انا طالب منصه مستر وعايز استفيد من اللي انت هتعمله على اليوتيوب، انا اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انا عايزك على اليوتيوب مالكش دعوه بالشرح بقى، انت مالكش دعوه بالشرح. هتلاقينا الشرح اللي احنا عاملينه في حته كده جديده اسمها شرح التريكات، شرح التريكات، هتلاقي الفيديو اصلا متقسم. الشرح اللي فيه تلخيص ده، الشرح اللي فيه كلام كتير ده سيبك منه بقى خلاص، انت شفت اقوى منه كان موجود على المنصه وشفته بالتفصيل. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي حبيب قلبي؟ لا مستر انا هركز في الحلول، لان الاسئله اللي نازله لا دي اسئله انت ما شفتهاش، زي ما احنا قلنا اسئله يا جماعه من كتابين اضافه تاني من التفوق، وجبنا يا جماعه طبعا من مندليف بالاضافه لاسئله كمان من عندنا. فهنا احنا بس مطورين لك اسئله تانيه جديد بس كده. حلو الكلام ده يا عم؟ طب ده بالنسبة للجزئية الخاصة بطالب المنصة عشان ما يقعدش يسألني كتير. كمل زي ما أنت، ولو تقدر بقى كمان لو تقدر امشي معانا يوم بيوم، كده كده أنت الباب الأول ده أنت مخلصه من بدري معانا. أنت بس كل اللي هتيجي تبص على الملخص سريع كده حوالي ربع ساعة في الشرح اللي فيه الأفكار، وتخش على حل 50 سؤال، 55 سؤال كمان رائعين، أسئلة اختياري وأسئلة مقالية. حلو. طب بالنسبة بقى للطلبة بتاعتنا على اليوتيوب، إحنا المحاضرة هتنزل الساعة كام؟ وإحنا هنعمل إيه؟ وإحنا هنمشي إزاي؟ بصوا شباب، النهارده بس، النهارده فقط المحاضره هتنزل متاخر شويه. متاخر دي اللي هي كام؟ هتنزل باذن الله على الساعه 6. حلو كده، يبقى احنا محاضره النهارده هتنزل الساعه 6 مساء، ده النهارده بس. حلو، دي محاضره الباب الاول. الامتحان بتاعها بكره على المنصه، بكره على المنصه يفتح من الساعه كام؟ يفتح من الساعه كام؟ يفتح من الساعه 6 صباح. يعني الباشا صلى الفجر وقعد يذكر الله وقرا له كده شويه كده في القران. طبعا واحد يطلع يقول لي طب انا مسيحي يا مستر. يا سيدي بقى، يا سيدي انا ما يعني، بص حبيبي انت فوق راسنا يعني، انا بقول مثلا 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 خلاص. فالمهم وقعد وحب يخش يمتحن، هتلاقي الامتحان فتح الساعه 6 صباحا، هيفضل قد ايه؟ 24 ساعه.
طب المحاضرات من بعد كده يا مستر هتنزل الساعة كام؟ لا حبيب قلبي، المحاضرات من بعد كده هتنزل الساعة 12 الظهر، يعني زي التوقيت ده كده هتلاقي المحاضرة بتنزل لك، هنزل المحاضرة بدري عشان عايز يشوف بدري ويخلص شغل. حلو كده؟ طب وده معناه زي ما انا اكدت تاني، ما تسيبش المراجعة على المنصة وتقول لا انا عايز اللي على اليوتيوب، اصل على اليوتيوب مختصرة. لا 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 لا، اللي على المنصة أسئلة قوية ولازم تتشاف، ما فيهاش تهريج، ما فيش تهريج، احنا اتفقنا على كده، احنا قلنا كتفك في كتفي ونكمل مع بعض، فما فيش حاجة اسمها ايه لا اصل انا مش قادر. بقول لك ايه، احنا تقريبا 18 ساعة جوه الاستوديو بنصور، وما عندناش مشكلة ولا نكل ولا نمل، ولان احنا عارفين ان في الاول وفي الاخر ده هيوصلنا لشيء محترم وهيكسبنا باذن الله دعواتك الطيبة وكلامك الطيب، فرجاء انت كمان ما تبخلش علينا بوقتك، احنا مش هنبخل. وانا عارف بص ان كل المدرسين ما شاء الله ربنا يجازيهم خير كلهم ويحفظهم كده، كلهم نازلين فيك نفخ 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 نفخ، كلنا عاملين فيك كده، معلش حقك عليا. هتلاقي بص مستر خالد هو اللي بيطلع كل شويه معلشك، انا هفضل معلشك كده واحده واحده وباذن الله ربنا هيكرمك. لكن المراجعه اللي موجوده يا جماعه برضو اللي هتنزل على اليوتيوب صدقني جميله ومتعوب عليها، واحنا قاعدين شغالين اهو، احنا بنصور من الساعه 10 الصبح وهنفضل برضو نصور ان شاء الله كل ما هتيجي حاجه وانتوا تطلبوها. ولو عندكم يا جماعه مقترحات وحابين ان احنا نزود حاجه، والله احنا قدر الاستطاعه ما هنتاخر عنها. اللي بيقول لك انا خايف اسقط ده، لا حبيبي ما تخافش، هفضل اقول لك ما تخافش يا جماعه، عيب الكلام ده يا جماعه، عيب والله العظيم، ما تقولوش كده، احسنوا الظن بالله، قلت لكم اكتر من مره احسن الظن بالله، احسن الظن بالله. اما بقى يا جماعه كل واحد يخش سواء حتى بتقولها بهزار، يا اخي يا اخي ما تحبطش زمايلك يا اخي وتخوف زمايلك يا اخي، ان كانت من كلمه حسنه فقولها لله يا اخي، قول كلمه حسنه لله يا جماعه، حسنوا اخلاقكم يا جماعه، نتكلم كلام طيب لله، نقول كلام كله يعني بص نشد من ازر بعض. ده انا قلت لك الفتره دي كلها محتاجه الناس تاخد بايدين بعضها، لكن ان احنا نقف ونقول ايه لا والله يا جماعه احنا هنقول كلام محبط ونخلي العيال كلها بص زينا واحنا مش قادرين، لا 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 لا، احنا نقول كلام كله يا جماعه يفيد الناس ينفع الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يسيبنا عليه خير. ولذلك قلنا جماعة للناس في الفترة دي وفي كل الفترات، لا تصاحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، لو سمعت أو شفت حاله تحب كده حبيب قلبي إن أنت يعني تصاحبه. ليه؟ تبص لحاله تقوم تقول آه ده الواد ما شاء الله طول الليل سهران يذاكر، أنا هقوم أذاكر زيه. تبص لحاله تلاقيه قائم الليل واقف يصلي، فتقوم تصلي أنت كمان وتجتهد. فبعد إذنك ما تجيبش حاجة محبطة ولا تسمع لأي حد محبط في الأيام دي، وإنما اسمع كلام طيب، اسمع كلام يدفعك للأمام بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لكل خير. ده جماعة بالنسبة للجزئية الخاصة بتفاصيل المراجعة، زي ما احنا قلنا الجدول تاني هننزله لك على الصفحة عشان ما حدش يقول يا جماعة إن احنا ما قلنا لكش المواعيد إيه، المواعيد هي النهاردة بس المحاضرة نازلة الساعة 6 مساء، لكن ما بعد ذلك ما بعد ذلك المحاضرات تاني بتنزل في الأيام الزوجية، يعني يوم 2 يوم 4 يوم 6 يوم 8 تمام كده، بتنزل صباحا يا شباب الساعة 12 ظهرا. وشايفك يا عمرو يا اللي بتقول كبسوا يا شباب هضربك بالنار، موت يا عمرو موت يا عمرو موت يا عمرو يا اللي كبسوا، ماشي يا عم الحاج، ربنا يكرمكم كده يا شباب ويوفقكم كل خير يعني رب، وربنا يعينكم والله يا جماعة، يعني عارفين ان هي مرحلة صعبة ولذلك احنا بنحاول قدر الاستطاعة نشد من اذنكم، ربنا يوفقكم كل خير، شوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.